تتواصل الأشواط مشاهدينا متابعينا الكرام شوطا تلو الآخر في صباح هذا اليوم هكذا، ومنذ لحظات تمت انطلاقة شوطنا السابع في تعداد أشواط صباح هذا اليوم. الشوط السابع وهو الشوط الخاص بالثنايا الجعدان المحليات الأصايل المملوكة لأبناء القبائل. مسافتنا المعتادة والمقررة هي 5 كيلومترات، انطلاقة سليمة ورائعة كما يتمناها الجميع. ننطلق بالبداية بالصدارة بالمقدمة والاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الأمتار الأولى. كفو من قاد المجموعة لعلي بن محمد بن حلوة الكتبي من انطلق بناموس هذا الشوط واندفع منذ البداية بالتحديات المثيرة والانطلاقات الرائعة. يلي مع المركز الثاني أرهنيس الهود لسعيد السلطان بن عبيب بن مرخان الكتبي ياتي ثانيا، ومع المركز الثالث أرى التسلل أيضا والانطلاق المثير والتحديات الجميلة. نتابع شاهين المبارك بن عبد الله بن حرزي الشامسي يتسلل مع المركز الثالث، ورابعا مشاهدينا متابعينا الكرام حشيم لسالم بن علي بن مبارك الكتبي، ولكن من الجانب الآخر أرى التقدم والانطلاق المتميز. نتابع الأسد لسالم بن مبارك بن سالم الشامسي يتقدم مع المركز الرابع سادس التحديات. القدوم أيضا من زعفران لعبد الله بن سيب بن شوط الأخيلي، ننطلق مع المركز السابع ومن الجانب الآخر التحديات القادمة في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام. المركز السابع القدوم من المختبر لناصر بن سيب بن محمد النيادي بدا ينطلق ايضا مع المركز السابع ثامن التحديات الانطلاق المثير والتحدي الرائع. نتابع حشيم لمحمد بن كاسب خليفه المسافر يتسلل ينطلق مع المركز الثامن تاسع التحديات. المركز التاسع نتابع القدوم والانطلاق المثير من الاسد لراشد بن عبيد بن يميع المهيري ينطلق مع المركز التاسع عاشر التحديات. رهني الصياد لعبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان ايضا متابعا منطلقا مع هذه التحديات المثيره والانطلاقات الرائعه. ندان الاول اكملناه للعشر المراكز الاولى في هذا الاندفاع بهذا الانطلاق المثير. ما شاء الله تبارك الله، التحديات مثيره، الانطلاق رائعة، ولكن لنا عودة مع الصدارة. كفو ينطلق بناموس هذا الشوط، مباعد المسافة منفرد مع هذا التحدي المثير ومع هذا الانطلاق الرائع. ما شاء الله تبارك الله، كفو على الصدارة ينطلق بناموس هذا الشوط، وعلي بن محمد بن حلوة الكتبي من ينطلق أيضا بصدارة. كفو يباعد المسافة المركز الثاني أرى القدوم من سلهود لسعيد بن سلطان بن مرخان الكتبي ينطلق أيضا مع المركز الثاني. ثالث التحديات حشيم لمحمد بن كاسب بن خليفة المسافري، ومن الجانب الآخر التقدم مشاهدينا متابعينا الكرام. نتابع الأسد لسالم بن مبارك بن سالم الشامسي يتسلل ينطلق مع المركز الرابع. خامس التحديات المركز الخامس القدوم مشاهدينا متابعينا الكرام من شاهين لمبارك بن عبد الله بن حرزي الشامسي ياتي خامسا، بينما انطلقنا مع المركز السادس أرهني زعفران وعبد الله بن سيف بن شوط الخيلي متابعا منطلقا مع زعفران مع التحديات المثيره مع الانطلاقات الرائعه. ما شاء الله تبارك الله، الاداء المثير والعرض الرائع مع سن الثنايا في هذا الانطلاق المتجدد. ومن الجانب الآخر مع المركز السابع أرى القدوم من المختبر لناصر بن سيف بن محمد النيادي، بينما انطلقنا مع المركز الثامن بأرى حشيم محمد بن كاسب خليفة المسافري ينطلق مع المركز الثامن، ولكن لنا عودة مع الصدارة مع كفو. ما شاء الله تبارك الله، مباعد المسافة منذ البداية ينطلق بناموسها
هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله، انفرد ايضا منذ البدايه، سار وانطلق بناموس الشوط، انباعد المسافه، انباعد المسافه، ينطلق ايضا ويغرد، يغرد خارج السرب وحيدا، منفرد البناموسي هذا الشوط. وركز يا اخوي، خلي اعصابك هاديه، بن الجهازه وخلي اعصابك هاديه، كفو، ينفرد بناموسي هذا الشوط منذ البدايه. علي بن محمد بن علي بن حلوه الكتبي، من يتابع، انطلاقه كفو، من ينطلق بناموسي هذا الشوط. تهانينا من هذه اللحظات لمالك كفو مع هذا الأداء المثير، وسلام سلوب سلام الخوانيج، سلام مع الأداء المثير اللي قدمه كفو، مع الأداء المتميز بالعرض الرائع، انباعد المسافة منذ البداية. يا ليت أيضا مصورنا ياخذ لنا لقطة ما بين كفو ما بين بقية المراكز، مسافة كفيلة انتزاع كفو ناموسي هذا الشوط. تهانينا من هذه اللحظات لمالك كفو علي بن محمد بن حلوة الكتبي، وحلوة يا بن حلوة مع الأداء المثير اللي قدمه كفو، وهو ينفرد من ناموسي هذا الشوط مع الأداء المتميز. تهانينا لعلي بن محمد بن حلوة على فوز كفو بالمركز الأول. قام راس وانهى الشوط راس، لحظات الاقتراب، لحظات الوصول من خط النهاية. تهانينا من هذه اللحظات نرفعها لمالك كفو علي بن محمد بن علي بن حلوة الكتبي. سلوب سلام الخوانيج، سلام، اسعدت صباحا مع الأداء المثير، مع العرض الرائع اللي قدمه كفو، ولحظات وصوله واقترابه من خط النهاية بدون أي منافس يصل إلى خط النهاية. تهانينا لعلي بن محمد بن حلوة الكتبي على فوز كفو بالمركز الأول وبدون أي منافس على الإطلاق، بينما اللي وصل مع المركز الثاني ياتي شاهين لخميس بن محمد بن مبارك الخيلي، المركز الثالث لعبد الله بن حميد بن كعيب، المركز الرابع لسعيد بن سلطان بن مرخان، والمركز الخامس ياتي فيه الباسل لسيف بن سالم بن عبيد بن ظفيره العامري. هذه النتيجه للمراكز المتقدمه، ولكن لنا عوده مع التوقيت الزمني ولحظات وصول كفو الى خط النهايه. ياتي بتوقيت الزمني مقدار هذه لحظات الوصول الى خط النهايه، 7 دقائق بالتاكيد حاضره في هذا الصباح الجميل، 7 دقائق 43 ثانيه بالوفائي، وتمام، توقيت متميز في هذا الصباح. تهانينا من الاعماق لعلي بن محمد بن حلوه الكتبي، وسلام الخوانيج، سلام بالاداء الرائع، بالعرض المتميز اللي قدمه كفو، بينما اللي وصل مع المركز الثاني. مشاهدينا متابعينا الكرام، المركز الثاني 7 دقائق 55 ثانية، 7 أجزاء من الثانية اللي هو شاهين. تهانينا لخميس بن محمد بن مبارك الخيلي، واللي وصل مع المركز الثالث صياد ياتي بتوقيت زمني مقداره 7 دقائق 56 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا لعبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان، تهانينا للجميع والناموس.